بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح ابن فوزان الفوزان. أضواء من فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية في العقيدة للشيخ صالح ابن فوزان الفوزان حفظه الله. الدرس 182. الحمد لله، والصلاة والسلام على نبي الله نبينا محمد وآله وصحبه ومن والاه. وبعد، يواصل الشيخ رحمه الله الكلام على قوله تعالى: إياك نعبد وإياك نستعين، فيقول: وفي الصحيحين عن معاذ رضي الله عنه قال: كنت رديف النبي صلى الله عليه وسلم على حمار، فقال: يا معاذ، أتدري ما حق الله على العباد؟ قلت: الله ورسوله أعلم. قال: حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، أتدري ما حق العباد على الله إذا فعلوا ذلك؟ قلت: الله ورسوله أعلم. قال: حقهم عليه ألا يعذبهم. والعبادة هي الغاية التي خلق الله العباد من جهة أمر الله ومحبته ورضاه، وهي الغاية التي خلق الله لها العباد من جهة أمر الله ومحبته ورضاه، كما قال تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. وبها أرسل الرسل وأنزل الكتب، وهي اسم يجمع كمال الحب لله ونهايته وكمال الذل ونهايته. فالحب الخلي عن الذل، والذل الخلي عن الحب، لا يكون عبادة، وإنما العبادة ما يجمع كمال الأمرين. ولهذا كانت العبادة لا تصلح إلا لله، وهي وإن كانت منفعتها للعبد والله غني عن العالمين، فهي له من جهة محبته لها ورضاه بها. ولهذا كان الله أشد فرحا بتوبة العبد من الفاقد لراحلته عليها طعامه وشرابه في أرض دوية مهلكة، إذا نام آيسا منها ثم استيقظ فوجدها. فالله أشد فرحا بتوبة عبده من هذا براحلته، وهذا يتعلق به أمور جليلة. والتوكل والاستعانة للعبد لأنه هو الوسيلة والطريق الذي ينال به مقصوده ومطلوبه من العبادة. فالاستعانة كالدعاء والمسألة. وقد روى الطبراني في كتاب الدعاء عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يقول الله عز وجل: يا ابن آدم، إنما هي أربع: واحدة لي وواحدة لك، وواحدة بيني وبينك، وواحدة بينك وبين خلقي. فالتي لي أن تعبدني لا تشرك بي شيئا، وأما التي هي لك فعملك أجازيك به أحوج ما تكون إليه، وأما التي بيني وبينك فمنك الدعاء وعلي الإجابة، وأما التي بينك وبين خلقي فأتي للناس ما تحب أن يأتوا إليك. وكون هذا لله وهذا للعبد هو باعتبار تعلق المحبة والرضا ابتداء، فإن العبد ابتداء يحب ويريد ما يراه، فإن العبد ابتداء يحب ويريد ما يراه ملائما له. والله تعالى يحب ويرضى ما هو الغاية المقصودة في رضاه، ويحب الوسيلة تبعا لذلك. وإلا فكل مأمور به فمنفعته عائدة على العبد، كل ذلك يحبه الله ويرضاه. وعلى هذا، فالذي ظن أن التوكل من المقامات العامة، ظن أن التوكل لا يطلب به إلا حظوظ الدنيا، وهو غلط، بل التوكل في الأمور الدينية أعظم. وأيضا التوكل في الأمور الدينية التي لا تتم الواجبات والمستحبات إلا بها، والزاهد فيها زاهد فيما يحبه الله ويأمر به ويرضاه. والزهد المشروع هو ترك الرغبة فيما لا ينفع في الدار الآخرة، وهو فضول المباح
التي لا يستعان بها على طاعة الله، كما أن الورع المشروع هو ترك ما قد يضر في الدار الآخرة، وهو ترك المحرمات والشبهات التي لا يستلزم تركها ترك ما فعله أرجح منها كالواجبات. فأما ما ينفع في الدار الآخرة بنفسه أو يعين على ما ينفع في الدار الآخرة فالزهد فيه ليس من الدين، بل صاحبه داخل في قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين. كما أن الاشتغال بفضول المباحات هو ضد الزهد المشروع، فإن اشتغل بها عن فعل واجب كان عاصيا، وإلا كان منقوصا عن درجة المقربين إلى درجة المقتصدين. وأيضا فإن التوكل هو محبوب لله مرضي له مأمور به دائما، وما كان محبوبا لله مرضيا له مأمورا به دائما لا يكون من فعل المقتصدين دون المقربين. ثم رد الشيخ رحمه الله على من يرى أن الدعاء والتوكل لا حاجة إليهما لأن الأمور مقدرة ومفروغ منها، فقال: وكذلك قول من قال: التوكل والدعاء لا يجلب به منفعة ولا يدفع به مضرة، وإنما هو عبادة محضة، وأن حقيقة التوكل بمنزلة حقيقة التفويض المحض. وكذلك قول من قال: إن الدعاء عبادة محضة، فهذه الأقوال وما أشبهها يجمعها أصل واحد، وهو أن هؤلاء ظنوا أن كون الأمور مقدرة مقضية يمنع أن تتوقف على أسباب مقدرة أيضا تكون من العبد، ولم يعلموا أن الله سبحانه يقدر الأمور ويقضيها بالأسباب التي جعلها معلقة بها من أفعال العباد وغير أفعالهم. ولهذا كان طرد قولهم يوجب تعطيل الأعمال بالكلية. وقد سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن هذا الأصل مرات فأجاب عنه، كما أخرج في الصحيحين عن عمران بن حسين قال قيل لرسول الله صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، أعلم أهل الجنة من أهل النار؟ قال: نعم. قالوا: ففيما العمل؟ قال: كل ميسر لما خلق له. وروى الترمذي أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل فقيل: يا رسول الله، أرأيت أدوية نتداوى بها ورقا نسترقي بها وتقى نتقيها، هل ترد من قدر الله شيئا؟ فقال: هي من قدر الله. وقد جاء هذا المعنى عن النبي صلى الله عليه وسلم في عدة أحاديث، فبين صلى الله عليه وسلم أن تقدم العلم والكتاب بالشقي والسعيد لا ينافي أن تكون سعادة هذا بالأعمال الصالحة وشقاوة هذا بالأعمال السيئة، فإنه سبحانه يعلم الأمور على ما هي عليه وكذلك يكتبها، فهو يعلم أن السعيد يسعد بالأعمال الصالحة والشقي يشقى بالأعمال السيئة، فمن كان سعيدا ييسر للأعمال الصالحة التي تقتضي السعادة، ومن كان شقيا ييسر للأعمال السيئة التي تقتضي الشقاوة. وبهذا القدر نكتفي في هذه الحلقة، فإلى الحلقة القادمة بإذن الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.